كثير هاي. اليوم من شباب الرياض تقريبا يس، يعني هو حط توكي في الوزر صح، طلع زيف الحين اوكي، وفي الونر خسر من بالضبط؟ خليت اكد غلب ايماس هو صح؟ يس اكشلي والله صح، ميار جبار طلع طق ايماس طق توكي وخسر صح، بلا خسر من الوينرز فاينلز صح، شلون نسيت انا خسر من الوينرز فاينلز شو اسمه 3-0 نعم كانت سريع يعني كانت 3-0 بس امانه صراحه يعني يقدر يسويها يقدر، لا لا فعلا عنده القدره وحاليا جاي معاه مومنتوم صح، لاعب 16000 جيم فالامور طيبه يقدر ايه عين ساعة والله كان عنف أسري أقول حق الشباب والله العظيم يعني عرفت يعني ABR جاي إخوانا الصغار عرفت شلون وشطانة عرفت اللي أنتوا يا أخي جهال بس يعني ليش كذي ليش كذي يا أخي أخوي حيل شتبون يلا خلصنا بعالي لحقين وراكم عمر طويل وتلعبون على كيف كيفكم أنا وراي جامعة بتفوزون وكذا ما بالله فوالله فاصل الحين عارف اللي زوزيف زعلان إنه خسران من فاي قال هه أنا موجود والله مذكرني بذاك الميم اللي مسويه مروان ما انسى يقول توكي لما خسر ضد بدران في الونرز في اللوزر مسكين والله صراحه مالهم والله يا اخي ان شاء الله عليهم فنانين الشباب اوكي بيت الاير دوج او الاوبشن يعني سوري عفوا وما يعني ما طق شيء ثقيل يعني كانت بس الاب اير اللي شالت الحين حاليا طبعا ليش تراب سيتويشن اذا قدر انه يذبح فيها يا الله عليك يا الله عليك ما كان يعني ما كان اوبشن يعني البنش الموست بيسك يعني شوي نوعا ما زادت انه يعني كان ممكن انه يطلع منها ولا شيء بس امانه لانه حصل ستوك هذا اهم شغله حاليا حاصله الحين اهم شيء انه اي بي ار يقدر يكمل ويلاقي الاكسترا كريدت 26% ما في كافيه لازم يكمل الدمج عليه نفس الشيء اذا الحين راح عادي سهالات الستوك اللي بعده يتبخر وسب الدمج اوتبوت مال ويجي حلو لان الويجي يبا عليه اوبا يزخك برا وتموت والله يزخك برا وتموت تفجير 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 من باي مستحيل لا تقول لي والله مو شرط كم طويل ولا كم قصير راح يعرف يلقى طقه يا وين رايح صيده حكره باللج اوف والله يا اخي مونكي فليب لا تهتم مونكي فليب والله لا تهتم جيت اوت اوف جيل فري انت والفاكيوم جيت اوت اوف جيل فري هذا فرودير يمسك الموزه اوف وين اروح الاير اوكي تلاحظ ان حتى هو دايس حد على الاخر يبي صيده إيه؟ يظل يوخر بعيد يعني بباله انه لو جت التورنيدو بالغلط ما يبي ينضرب منها اي على طول وجاهز شاف يسوي لا يا زمن زين عاش على بالي مات يلا نشوف الحين فارق البرسنتج تقريبا فقط 20% تو ستوكس تو تو اي بي ار والله مناورات سايد بي يحاول يسوي لك كانسل من هناك بعدين يرجع هني بس ما زال الوضع خطر الحين الستوك هذا اذا راح واويلا كل هالليد هذا سلام عليكم نعم وي 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 دي اي كان سيء جدا اوكي اتوقع صراحه اشوف مسعود شوي نعمان انصدم منها اتوقع ان فاي سوى ريفرس لها صحيح فالهيت بوكس سوري اللونش هيت بوكس صار الجهه الثانيه حلو ممكن كان قصده يسوي اللي الكمب الخارق هذاك اللي سواه على نقنوك الداوني راتب شيلد صح؟ يس 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 حلو لاب سماش 1-2-1 51% ما هي خطيره واجد لكن الصراحه الامان الويجي من دخه واحده يقدر يذبحها الاي بي ار لازم يعني الاكثر كريدت لازم المخشي خالص صح 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 والحين سلمك الله عندك على 75% السهالات ينفجر من اي ضربه قويه موجوده عند فاي اوبا الحين اوبا موته في يده اوكي الويجي مع البنانه يخرع لان سهالات الابي هذه تذبح من الشغلات المهمه في هذا المثل تلعب ضد ديدي كونغ ان لما الموز يكون في يدك تمنع ديدي كونغ انه يستخدم الاوبشن مره ثانيه راح 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 اوكي اوكي فورودير لو كانت داون بي هذا كان مكسر اوكي هو برسل واه حلو يروح يمه اوكي بعيد حيل النيوترال ما شبكت بشيء انتم ما كيف لباتك والله قال واه على طول انت يا رائع صراحه اختيار فعلا جدا جدا رائع من باي جدا 1-0 بصراحه يعني كانت بدايه حلوه حيل حق اي بي ار يعني حسيت انه يعني كان قريب حيل انه ممكن مثلا ياخذ الماتش الاول بذات المومنتم اللي موجود عنده ولكن باي منطلق شوفه على طول استعد والله منطلق الولد ما شاء الله عليه بفوز وخلاص نحرك طول نص ساعة 12 ونص ساعة يب راي نوم تامر حق اللي شجع اي ار الله يخليك خارق قال تامر في المزاج اسطورة مرتاح بطلة مو هو اللي يسوي لها تي او والله ما لومنا احلى شعور
واثنينهم عياله ما فرقت وياه. فاز هذا يضرط فاز هذا يضرط. اوكي 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 حاول يسوي الكم الثقيل اللي هو الداونر على طول حق ابي. وي 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 حلو ابعير. اوكي اوكي شو الخطه الحين عند الليج؟ انترو. والله يا اخي هالولد يخرع. تروح حلو الفوردير اكستنشن من اي بي ار. ايه بس صدق انا مستغرب ان اي بي ار جاب باي حق ستيج صغير. والله صح اوافق بالراي. والله كونفنشنلي تعتقد ان اي بي ار راح يبي يعني ستيج اكبر مثلا تاون سيتي كالوس مثل هذه البلاتفورمز اكثر. بالضبط عليك نور. اعتقد في من الاشياء اللي وجه ممكن يعاني منها يعاني من شيئين. البوكس تو بوكس جيم لما تكون جدا كلوس منه ويعاني لما تسوي له زون فممكن قاعد يحاول انه ما يعطيه مجال او ما يعطيه اي مساحه يكون دائما يعني بشكل سريع 3 ستوكس تو 2 حاليا لصالح اي بي ار حتى مساحه اخذ هو الستوك الاول بس انه يعني ان شاء الله يقدر يقفلها. اوه ربي سلام عليكم اسرع سريع والله لا تقول لي والله يا اخي شريوك اللي يجي مستحيل والله مستحيل في الجو في الارض في البحر كل مكان ابي بلش يمه 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 اوكي 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 حلو من اي بي ار اوكي خوش اس دي اي من اي بي ار ولكن لكن ولكن الريكفري شويه ميريكا انتي جمناه وجمناه وجمناه والله مساعه كنا نشوف اي بي ار هاي الاس دي هذه اي بي ار اي هذه اي بي ار امانه صراحه يعني ابا ومعلومه صراحه والله يصير له اوفر ويلم اي لا لا يعني هالولد ان شاء الله عليه ماشي رشر رشر والله وين سوي دي اي وين سوي دي اي يا رباه يا رباه ما يمدي ما يمدي تسوي دي اي مين بسيطك تسوي دي اي يزار بسيطك بدون دي اي بعد بسيطك لا والله الصراحة ضاي فول دومينز فول دومينز فول دومينز يسأله يقول له فيس الرياكشن يقول له يه يا ويلك لا صيدك والله مسخره والله مشكلة خارق والله حبه جاهز بالحماس اوكي سو اوكي سو بيسكلي الشيء اللي بس كنت بتكلم عنه اتوقع اني استنتجته صح ما ادري صراحه ممكن ابي اربع يصلحني ان اعتقد انه راح حق سماشفيل عشان البلاتفورم بالبلوست انه كان بال انه تذكر انت كان قاعد يموت لما يحاول يرجع للستيج بسبب اوبشنات ويجي فالميدل بلاتفورم يخليه يقدر يسوي هاي ريكفري بالمونكي فليب ويسوي لها ليش كانسل فأتوقع هذه كانت الخطة بس بعدين ما استوعب إن أوكي this is too close عارف قريب حيل أوكي فالحين على FD أتوقع يعني يعني جرب أوبشنات الصراحة آخر جيم لابد إنك تجرب تحاول تغير إيه هذا حاليا يب 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 نايس خوش لكن كثير كثير جبنا ABR في يعني in this situation بالضبط نفسه يأخذ أول ستوك وبعدين يطيح إيه أو حلو الاكستنشن 23% حاول يكملها 30 ABR يمسك الشيل مناطق أبسط أوكي كان صوت راح يجي شوي 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 هو عادة اللي قاعد يصير شنو إنه أبي آر يبلش المومنتم حلو بس بعدين الأدابتيشن من فاي وسلام عليكم على طول تبخر الستوكات يمين شمال إيه حلو حلو واحدة وين أروح وين أروح يلا لا 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 ايش شنو هذا يا اخي ميرر من اللي شفناه في الوينر فاينل الصراحه يعني الحين باي بوينت تو تيك 3 او شو الشباب شجعوا بدنا نختنقوا شويه بعدين الصطاق قال لهم لا الصطاق قال لهم لا على السريع يلا حلو اوه فورد برو ترى والله الحين ابي ار يقدر انتهى اكيد اي يعني لويجي على 122% يلاقي كل اوبشن واحد باك ثرو يلا ادجارد سيتويشن وين نروح وين نروح وين نروح وين نروح باي والله قاعد وين نروح وين نولي والله يبي الابي يبي الابي اوكي 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 جولدن برسنت حق اي بي ار 69 احنا حاليا محتاجين ان كلكم تشجعون اي بي ار عشان نشوف حماس زياده ولكن رحنا 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 وباي ياخذ هيت تشيك 2022 دومينانت على الاخر نعم دومينانت على الاخر اتوقع اقرب ست له كان بس ضد ديفاين والباقي كله 3 او كله 3 او صحيح اعتقد يعني وينرز فاينلز وينرز سيميز وجراند فاينل كله كان 3 او صح نعم الجدير بالذكر ان